63 انتصار مقابل 30 خسارة فقط و35 مباراة انتهت باب التعادل. كرة سريعة لمصلحة سيلفا الآن، ينطلق موناكو في محاولة وميندي، انطلق ميندي على اليسار، ميندي مرة، ميندي الله جميل. لاحظ مرور ميندي، عرض الكرة في المكان المناسب على رأس البرازيلي فابينيو، أول أهداف المباراة، جميل العرضية في المكان المناسب، سجل الهدف الأول، هدف أول ليس برأسية فابينيو. بعد مرور دقائق من هدف سيدي بي، هاري كين أمام الكرواتي، هاري كين يسجل لتوتنهام، يسجل التعادل لتوتنهام، أصبحت النتيجة 1-1 1-1. راح لأسوباشيتش لكن لم يستطع أن يبعد الكرة، راح لا صح، راحت في الزاوية الصعبة وراحت في مرمى موناكو، 1-1. التعادل يعود من جديد، لكن تعادل إيجابي، تعادل إيجابي. سيدي بي عرضية وفرصة في هذا المكان لموناكو، مرسلة بسرعة على الجهة اليمنى، الله على انطلاقة سيدي بي، اللاعب الذي سجل الهدف الأول عرضها صح في المكان المناسب وهم في مرمى توتنهام، 2 لموناكو، 2-1. بسرعة موناكو يعود، بسرعة يسجل هدف جميل، فرحة جنونية لجاردين، هدف رائع بعد متابعة من جانب لومار. موناكو يضرب توتنهام مرة أخرى ويتقدم، وبالتالي في ظرف 8 دقائق